حديث البلد مع جوزيف خليفة. حديث البلد. جوزيف خليفة، أنت مؤلف موسيقي وأستاذ جامعي معروف من حوالي 30 سنة بتلحين الترانيم الدينية وكتابتها أحياناً، وبرصيدك لليوم أكثر من 950 لحن اسم الله تعاونت فيها مع أهم الأصوات بالمجال مثل ماجد الرومي، جمان مدور، عبير نعمة، نادر خوري وغيرهم. وأنت ضيفنا الليلة بحلقة عيد الفصح بعد ما أصدرت ترانيم عديدة لهالمناسبة. جوزيف خليفة بتقول انك بتعتز تشتغل مع اسماء كبيرة، بس مش هيدا طموحك بالحياة، شو اللي بتطمح له؟ بس للتفسير اكثر. نعم. انه اكيد انا بشرفني اشتغل مع كل اسماء وكلها اسماء مشرفة، بس الطموح بالحياة بالفن خاصة. نعم. في بيكون قضية معينة بدك توصليها، يعني انت بتطمحي لمكان اكثر من بشر اسمع. أكيد. هيدا الطبيعة، وخصوصا بالترانيم. ايه طبيعي، يعني هناك تسبيح يعني. ايه بس بيشرفني كثير اشتغل مع ناس اكيد، بس انه مش هيدا طموحي اشتغل مع اكيد. دحنا بتعتز، بس مش هيدا الطموح الاقصى يعني. مزبوط. عندك مثل ما قلت يتخطى الناس يعني. نعم. جوزيف خليفة برزت بالترانيم الدينيه، بس كان لك كمان اغاني وطنيه واعمال للاطفال. قبل ما نكفي سوا خلينا نتذكر جزء صغير من ابرز اعمالك بهالميوزك ستوري. يا شربي ساعدنا، يا شربي ساعدنا، يا شربي لحمينا حمينا، شربي ساعدنا، شربي ساعدنا، شربي لحمينا حمينا. يا أول النبع، يا آخر الغنى، يا خالق الجمال والبحر والصدى، سبح الله. جوزيف خليفة، أنت مواليد 1960، عمشيت، ربيت بعائلة مسيحية مؤمنة، خرجت العديد من الرهبان، ومن صغرك تأثرت بعزف الأرمونيوم بالكنيسة وبالألحان السريانية القديمة، ومشان هيك درست العلوم الموسيقية والتأليف الموسيقي بالكونسيرفاتوار. بدأت مسيرتك بالتعاون مع السيدة ماجدة الرومي سنة 82، واليوم أكثر أعمالك مع المرنمة المعروفة جمانة مدور. بتقول انه اللي بيجمع بين ماجد الرومي وجمانة مدور هو الايمان. مزبوط. بدنا منك نقطة اختلاف بين اثنيناتهم.
أول شيء صوت كل واحد مختلف لأنه نعم. في الرجستر مختلف جدا نعم. وهذا علميا بالدراسة العلمية موجودة كل نعم. واحد شيء بيقولوا ألتو شيء بيقولوا سوبرانو نعم. وغير غير غير جو خالص نعم. وبالطبع لأنه عن جد اثنينهم مؤمنين ومش بس مؤمنين يعني عندهم يمكن زيت الموجة اللي أنا بحبها يعني الروحانية الصوفية العالية نعم. هيدا ما بتخليني ميز شيء كتير فارق يعني بين اثنين. جوزيف خليفة قصدت تضلك بعيد عن تلحين الأغاني العاطفية؟ لا أبداً أبداً إذا طلب مني أنا حاضر بس عليه يكون موضوع شوي يناسب رقي معين طبعاً. من حياة أنا بوس الواوا يعني. أو شيء هدول مينيموم بوس الواوا إيه مثلاً حلو يعني اليوم إذا طلب منك لحن عاطفي رومانسي مع كلمات راقية ما عندك هذه صلاة ما الحب صلاة كمان كمان مظبوط إنه ماني عامل سيناتير بس شيء اسمه صلاة أكيد بس إنه اليوم مثلا تقولي ارحمني يا الله نعم. شو بعد بدك تلحلي مثلا إنه يعني شو بدك تعملي كلام يعني في تجلي بده يكون راقي شوي على راقي حب كلاس نعم. ما بقى في رومانسية نعم. هي رومانسية هي كانت تجمع كل شيء رومانسية لزمنها يعني تغير والحب وكل شيء اليوم صار يفوت ودغري بصلب الموضوع ايه معك فراري ما في وقت للبيئة بنغرم فيك حبة كارلا بالحديث عن الترانيم انت حافظة ترانيم حسب ما بعرف مش كتير بس متعودة شوي على الصلاة البيزنطي من وراء والدي يعني انه كان هو يرتل بالكنيسة ويمرن الكورال فبيضلوا بذهني اكيد طيب خلينا نسمع منك شيء الليلة لكن هلا زركتيني قدام الاستاذ يعني لا شاملك فحص والدك الاستاذ لبيب بطرس طيب اكيد مش هالفيك ترنم ترتيلي صوته حلو مش هالفيك ترتل معي بيزنطي ترتيلي البنطلون مخصوص بس ما كثير بس استاذ ما تحط لي علامة سيئة بليز ميشيل اقعد عاقل هلا عم نحكي عن روحانيات عم نحكي ايه اشياء صوفية اشياء روحانية Christo sanesti ek nekro sanato sanato batisas ketis etis mimas izoi charisameno مسيح قام من بين الأموات وواطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور حلو شو جوزيف خليفة شهادتك فيها؟ أوه كارلا زليدي لا thank you بس أول مرة بعمل هيك شيء يعني وآخر مرة ليه ما هيك ما لازم عم بمزح كارلا استاذ جوزيف بروفيسور بالأيو بالموزيك فاليوم شهادته يعني مهمة فيك مثل عجبه قديت لك على كارلا اي بي اي بلاس دي. اي بلاس يلا جوزيف خليفة بما انه كل اللي عم تشتغل فيه الفن والتراتيل والالحان كلها جمال بجمال جوزيف خليفة وانترفيو اجمل شيء جوزيف خليفة أجمل لحن سامعه بحياتك درج الورد لفيروز أخوان رحباني حلو أجمل لحن أنت عامله بدك تعلقيني مع الناس أو مع لا مع حالك يمكن أنا بحب يا أمل بالسما إيه حلو حلو كتير أجمل منظر بلبنان ضايتي عم شيت على البحر بور عم شيت وبيته حلو كمان وبطل على البحر انا طالع اللي عنده على البيت لاستاذ جوزيف هذا اجمل صوت بلبنان هون زركت لا ما فيك تقولي عن جد لانه كل واحد له وديع صافي وديع صافي اجمل لحظه بحياتك وقت الله بعت لي ولادي الله يخليهم اجمل احساس بالكون وقت افرح بنجاح ولادي الله يخليهم اجمل شيء بالمطلق الله الله أوه.